والأمثلة كثيرة في هذا الباب. واحد يجي يقول إحنا الأيام صيف 24 ساعة المكيفات تشتغل، فاتورة شقد راح تجينا؟ 2000-3000 ريال كل شهر. طيب خليني أسوي حكاية يا كهربائي، تعال شبك هالشهرين من برا العداد، طيب أو غير الاتجاه أو ما شابه ذلك بحيث العداد ما يحسب علينا. لا يجوز ذلك، لا يجوز للإنسان أن يعمل عملا بحيث جهة المزود غاز كان، مي كان، كهرباء كان، لا يحسب عليه مع أن له قيمة وثمن ما ينحسب عليه الشيء، هذا غير جائز وهو ضامن لهذه الفترة اللي كان ما ينحسب عليه الشيء، غير جائز وأيضا هو ضامن. ليش يا أيها الإخوة؟ أنتم أخبر وإنما أنا مذكر، لأن الدين حقيقة تنتهي إلى تقوى القلوب وإلى نظافة الأيدي. الصوم اللي الناس جدا يهتمون أنه لا يكون دقيقة قريب الأذان ناكل، خلينا نحتاط قبل 10 دقائق، مع أنه مو واجب. لو علمت أن دخول الفجر مثلا أفرض الساعة 4:15، أدري هذا قطعا 4:15، أقدر أكل إلى 4 إلا 46 دقيقة، مو لازم 10 دقائق أروح أسوي إمساك، إمساك ما إلى معنى، بس هي عادة جرت حتى الناس لا يخطئون ويأكلوا بعدما دخل الوقت، أو أحيانا المؤذن ما يلاحظ بالدقة دخول الوقت، يمكن الوقت دخل والمؤذن توه الآن يأذن، زين وأنا أكلت في وقت دخول الوقت، فلذلك يبكرون من باب الاحتياط. وإلا لو أنا أدري لأعلم بأنه الفجر يدخل في هذا الوقت، إلى قبله بدقيقة واحدة أنا أقدر أكل، بس الناس يحتاطون وزين يسوون، زين أنا اللي أحتاط على دقيقة ودقيقتين وعشر دقائق قبل ما أكل، ما أحتاط إلى لعلكم تتقون اللي هو غاية الصوم وغرض العبادة. أين تقوى القلوب؟ إذا أنا رح أخذ من العاملة مالتي أجرتها وأخصم عليها بغير وجه حق، وأخذ من العامل مالي كذا، وأخذ من شركة التأمين كذا، وأخذ من شركة الكهرباء كذا، وأخذ من ما أدري فلان كذا، وأخذ هاي شلون؟ وين التقوى إذا؟ أين تقوى القلوب؟ أين نظافة الأيدي؟ أين الطهارة التي يبحث عنها؟